فككت مصالح من ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الغربية للشرطة القضائية جمعية أشرار مكونة من 5 أفراد بعضهم مسبوقا قضائيا قاموا بعدة عمليات سرقة طالت مساكن بقطاع الاختصاص. التحريات المستفيضة من قبل عناصر الفرقة والتي كانت مدعمة بمختلف الوسائل التقنية والعلمية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه بعد وضع خطة محكمة وعملية ترصد واسعة. هذا الأخير كشف عن باقي المشتبه فيهم حيث تم توقيفهم تباعا بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا واستنادا لأمر بتفتيش منازل المشتبه فيهم. تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 1.9 مليار سنتيم، مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 34,000 يورو، 5 هواتف نقالة وسيف من نوع ساموراي. بعد إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للبت في القضية.